مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج مجتمع واعي. مساك الله بالخير بسام. مساك بالنور رقيه، يا اهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم مجتمع واعي. طبعا مملكه البحرين مملكه العدل والمساواه، ضمنت حق جميع من على ارضها خصوصا حق العمل من خلال تطوير هذا القطاع وحصاد انجازات من الكادر البشري العامل فيه، واللي يعتبر يعني هو اساس النماء في هذا البلد المعطاء. اكيد بسام، طبعا مملكه البحرين وتحت قياده حضره صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الله يحفظه ويرعاه، اقطعت أشواط كبيرة وحققت العديد من الإنجازات في ظل مشروع جلالة الملك الإصلاحي اللي أعطى المواطنين والمقيمين يعني إلهام بالعمل بجد واجتهاد وإعلاء اسم دائما المملكة عاليا. دائما طبعا الاستثمار في العامل البشري لم يكن وليد اللحظة، بل إن مملكة البحرين خططت ودرست أفضل الطرق لطرحه ليكون الكادر البشري على رأس هرم التطوير والتنمية، وأسس هذا الكادر أو تم تأسيس هذا الكادر بأساس قوي من خلال برامج تدريبية وبعثات دراسية وغيرها من المشاريع. تعزيز الفرص طبعا أكيد مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات يتم في مملكة البحرين من خلال برنامج توظيف وتأهيل يفتح الباب للعمل في وظائف مستدامة وفرص متكافئة وفق احتياجات سوق العمل. لونا مشاهدينا نستهل معاكم أبرز أخبار هذا اليوم، ولكن أكيد من بعد هذا الفاصل. مشاهدينا نبتدي معاكم في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث اجتمع معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة عبر الاتصال المرئي مع عدد من المسؤولين في المملكة المتحدة. وخلال الاجتماع تم التباحث بشأن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وبخاصة المتعلقة بسبل الدفع لتعزيز التعاون القائم في مجالات الاقتصاد بما يخدم الأهداف الموضوعة ويحقق تطلعات البلدين الصديقين لمضاعفة حجم التبادل التجاري القائم والسعي نحو تشجيع السياحة والاستثمار المشترك. وفي خبر آخر، عقد الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا مؤتمر صحفي في مركز ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب بالمستشفى العسكري حول جهود مكافحة فيروس كورونا. وأكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا COVID-19 أن جهود مملكة البحرين للتصدي لجائحة كورونا والتخفيف من آثارها لم تقتصر على القطاع الصحي، بل شملت كل القطاعات الأخرى، لأن المواطن هو دوما محور كافة الخطط والمبادرات والبرامج في المملكة في مختلف الظروف.
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم محمد جناحي رئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أن الحزم المالية والاقتصادية للتخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا بلغت أكثر من 4.5 مليار دينار بحريني، مشيرا إلى أن مبلغ الدعم سيشمل المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر. وفي غضون ذلك دعا المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، دعا أفراد المجتمع إلى تجنب فتح المجالس العائلية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع مراعاة تحقيق الاستمرار بتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات الوقائية، منوها بنسب التعافي المرتفعة واللي تعتبر من أعلى نسب الشفاء عالميا. ومن جانبها أكدت الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع سلمانيا الطبي عضو الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا، أكدت أن وزارة الصحة تواصل بالتعاون مع مختلف الفرق والجهات المعنية على جميع الأصعدة في توفير الرعاية الصحية العالية والبروتوكولات العلاجية المناسبة وفق مستجدات الدراسات الصحية، مشيرة إلى أن زيادة نسبة الفحوصات تسهم بشكل فعال في الوصول إلى الحالات في الوقت المناسب. وفي الخبر الأخير، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للسادة المراجعين عن فتح أبوابها بالمقر الرئيسي للهيئة وفرع مجمع السيف في المحرق خلال الفترة من 23 إلى 30 يوليو 2020، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع المشتركين للرد على استفساراتهم وإتمام معاملاتهم في حال انطباق مواد المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد عليهم. راح تكون أوقات العمل في كل من المقر الرئيسي وفرع السيف المحرق أيام الدوام الرسمي من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 6:00 مساء، فيما سيتم استقبال المراجعين في أيام الإجازات الرسمية بالمقر الرئيسي فقط في المنطقة الدبلوماسية من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 5:00 مساء، مع تأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات الواقية والالتزام بالتباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة وسلامة الجميع. قصة انتشار كورونا وشلون نقدر نسيطر عليه، باختصر لكم الإجابة في كلمات. المجتمع أربع فئات A و B و C و D. A هم أول حاملي العدوى، عملية البحث عنهم سهلة وذات جدوى، أغلبهم تماثل للشفاء. لكن A مع C أصدقاء أو بينهم قرابة أو يمكن زملاء، العدوى لهم تنتقل، بس ممكن نستغل معرفة A فيهم ونوصل لهم ويتم عزلهم وملاحظتهم. لكن A قبل لا يلقى C تصادف مع B وهو شخص ما يعرفه، لقاه في مكان عام وما في أي شيء هام يجمعهم، وهني تصير صعوبة الوصول لهذه الفئة لأن ما حد يعرفهم ولا هم يدرون أصلا عن إصابتهم. أما D فهو شخص في البيت قاعد، ما له شغل في أحد وعن الكل متباعد، لكنه يوم قرر يطلع تحول وما قدر مثل أول يرجع، لأن في طلعته التقى بالصدفة مع شخص غريب ما يعرفه هو بي، فصادته العدوى وتحول من دي إلى بي آخر. وهني ما نقدر نكتشف بي إلا من خلال البقاء في البيت والتباعد الاجتماعي، وبتبدأ تطلع على بي أعراض العدوى، وبهذه الطريقة بنقدر نوصل حق بي ونعزلهم ونعالجهم ونقلل من نسبة العدوى في المجتمع. وأكيد نسبة تسجيل حالات جديدة راح تقل إذا كل فرد التزم بالإجراءات الصحية والتعليمات الوقائية اللي حددتها الجهات المختصة، بالإضافة إلى تحميل تطبيق مجتمع واعي اللي يسهل من طريقة تتبع المخالطين ومعرفتهم علشان يتم القضاء بإذن الله على فيروس كورونا. التزامك يصنع الفارق. مشاهدينا الكرام، دائما ما تؤكد قيادتنا حفظها الله ورعاها على أن المواطن محور التنمية وغايتها كون الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وشهدنا على مدى السنوات الماضية العديد من القرارات والمشاريع الهادفة لتوفير كل مقومات الحياة الكريمة للمواطن.
بالفعل يعني بسام، خلال هذه الظروف الاستثنائية شهدنا العديد من الحزم المالية والاقتصادية والقرارات الهادفة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة لخلق الفرص للباحثين عن العمل ودعم المواطنين في القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء. عشان نتكلم أكثر حول هذا الموضوع صرنا ليكون معنا في الاستوديو المستشار الدكتور مالالا الحمادي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. مساك الله بالخير دكتور، يا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا. النور والسرور دكتور، يعني كيف ترى اليوم ما قامت فيه مملكة البحرين خلال هذه الظروف الاستثنائية في تعزيز حق العمل، بالإضافة إلى يعني حماية العاملين في مختلف القطاعات؟ بداية يعني أعطيني فرصة أن بس أشكر وأشيد باللجنة التنسيقية العليا وبالفريق الوطني على صراحة خطوتهم الاستباقية. ففعلا الاستعداد المبكر لهذا المرض ولهذه الجائحة كان له تأثير كبير في حسن التدابير المتخذة وحسن مواجهة هذه الجائحة. فصراحة لهم كل الشكر والتقدير، سواء كلجنة تنسيقية أو حتى كالموجودين في الخطوط الأمامية، على هذا كان له دور كبير. طبعا فيما يتعلق بحماية العمال وأيضا حق العمل، أولا يأتي كل أو تأتي كل هذه الإجراءات تعزيزا لعناصر التنمية المستدامة اللي في برنامج الحكومة 2019 لغاية 2022. وثاني شيء حدث هناك أيضا، بالإضافة إلى هذه النقطة، صار توازن في سياسة اللجنة التنسيقية ما بين الحفاظ على الأرواح والحفاظ على الصحة للجميع وما بين تطبيق التدابير الاحترازية. فصار هناك توازن بحيث أن لم تكن هذه التدابير مثلا أثرت في حرية التنقل أو صار حظر الشامل للخروج والأمور الأخرى. فيما يتعلق بالجانب العمل وحق العمل، نلاحظ بأن سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص صدرت توجيهات بأن يتم العمل عن بعد، فبالتالي هذه تم المحافظة من خلال هذا الإجراء على مواصلة تأدية الأعمال في القطاعين للمستحقين. ثاني شيء فيما يتعلق أيضا بالتوجيه السامي لحضرة صاحب جلالة الملك الله يحفظه، فيما يتعلق ب يعني رعاية الأم العاملة، وأن يعني يطبق عليها العمل أيضا من المنزل عشان تكون أيضا ترعى أسرته. الشيء الثاني فيما يتعلق أيضا بالرواتب اللي تم دفعها للبحرينيين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة، إعفاء هذه الشركات والمؤسسات الخاصة من رسوم العديد سواء الكهرباء أو من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، بالنسبة للمنشآت السياحية أيضا تم إعفائهم من دفع هذه الرسوم وغيرها، وأيضا دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة. كل هالإجراء هذه الآن مؤخرا صدر أيضا دعم لأصحاب سيارات الأجرة وأيضا أصحاب الباصات وغيرهم وأصحاب الشحن. فكل هذه الإجراءات بطريقة أو بأخرى أثرت على حق العمل، أثرت على العاملين سواء كانوا من مواطنين أو حتى من الوافدين. الوافدين أيضا تم توعيتهم وأيضا تم مساعدتهم وتم التنسيق من قبل بعض الوزارات مع سفاراتهم لمزيد من التوعية وللحرص على استمرار أيضا تقديم العمل. فكل هذه الصراحة التدابير وكل هذا الدعم اللي حصلت المؤسسات العامة وأيضا سواء وزارات أو هيئات ومؤسسات عامة أو حتى شركات أو مؤسسات خاصة، كل هالدعم اللي من الدولة صراحة ساهم كثيرا في الحفاظ على حق العمل، واللي يعتبر من أهم الحقوق طبعا سواء المنصوص عليه في الدستور أو في المواثيق والعهود الدولية. فمن خلال هالتدابير ذي استطاعت الدولة ولله الحمد ولحد الآن أن تحافظ على هذا الحق وأن تحافظ أيضا على حق العاملين بصفة عامة بغض النظر عن جنسياتهم. نعم دكتور، احنا لاحظنا التزام كامل من حكومة مملكة البحرين في الحفاظ على هذا الحق وخذ أشكال عديدة بالتأكيد، لكن الحين مع يعني إصلاحات الأخيرة في الصناديق التقاعدية، يعني هناك بعض اللغط وهناك أيضا أفكار سلبية احنا نحاول ان احنا نزيحها يعني عن يعني طريقة تفكير البعض فيما يتعلق بهذه الإصلاحات بأنها يعني راح تتسبب في ارتفاع نسبة البطالة، وهذا غير صحيح، لأن في المقابل قاعد نشوف جهود حكومية مبذولة أول شيء في الحفاظ على الأعمال،
ثاني شغلة في المشاريع مستمرة، مشاريع التوظيف ومشاريع الكبرى فيما يتعلق بالتوظيف، وزارة العمل تمكين لا تزال مستمرة في توفير الفرص العمل للشباب في مملكة البحرين. يعني شلون راح ينعكس ذلك، هذه الجهود في عمليات التوظيف وتوفير فرص العمل، شلون راح ينعكس على استدامة الصناديق التقاعدية في المستقبل؟ نعم أخي بس مثل ما احنا عارفين بأن أي نظام تقاعدي أو تأميني يعتمد أساساً على الاشتراكات وعلى الإيرادات في جميع دول العالم. فاليوم لما احنا يكون هناك عدد مناسب من العاملين سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص من خلال هذه الموظفين أو العمال طبعاً يساهمون باشتراكات معينة لأيضاً لدعم هذا الصندوق. وللعلم بالنسبة للقطاع الحكومي الموظف يساهم ب 6% من راتب الأساسي مع العلاوة الاجتماعية. نعم. والحكومة تساهم 3 أضعاف هذا الجزء، الحكومة تساهم 18% من هذا الراتب من هذا والعلاوة الاجتماعية. نعم. فإذا هنا نلاحظ مساهمة الحكومة كبيرة في هذا الشأن. اليوم احنا نمر بظروف معينة، وبصراحة القيادة الحكيمة حرصت على ألا تلجأ لهذا التعديل سنين طويلة من حرصها على المواطن ومن حرصها على المتقاعد، ولكن الآن وصلنا لمرحلة اللي يتعين فيها اتخاذ بعض الإجراءات لاستدامة الصناديق. فمسألة التعديلات اللي صدرت مؤخرا هي كانت صراحة يعني ضرورية ويتعين إصدارها لكي تساهم في استمرارية هذه الصناديق. على فكرة بالنسبة للقانون اللي طلع يمكن ما له علاقة بالبطالة أو غير البطالة، هاي بالنسبة للأربع أمور اللي صدر فيها المرسوم بقانون، إنما الأمور الأخرى معروضة الآن على بتعرض وعرضت وتعرض أيضا على السلطة التشريعية. وبالتالي هناك مجال للسلطة التشريعية كونهم أيضا ممثلين للشعب أن يتفاوضوا بشأنها وأن يدرسوها وأن يبدوا رأيهم أيضا بشأنها. بصفة عامة طالما استمرت المشاريع وطالما استمر التوظيف لا يمكن أن الخريجين يعني كلهم بيظلون في البيت أو بيظلون في المنازل، هؤلاء لازم بيحصلون وظائف. بالمقابل عملية التقاعد مستمرة سواء في القطاع العام وفي القطاع الخاص سوف تستمر، فبخروج هؤلاء على التقاعد وبدخول الموظفين الجدد سوف تستمر أيضا زيادة المشاريع أكثر التي يعني فيها فرص توظيف أكثر بالتأكيد في المستقبل. وبلا شك أن الآن شلون راح ينعكس على استدامة الصناديق بالضبط الآن يعني تهيأ لي أنا أو أتوقع بأن الدولة أكيد تفكر في هذا الموضوع. نعم. فيتعين إنشاء يعني مصادر لتوظيف أو آليات لتوظيف الخريجين سواء في شكل مصانع كبيرة، مشاريع كبيرة، معاهد تخرج أيضا متدربين في عمليا وليس نظريا في احتياجات أو لمواجهة احتياجات سوق العمل. اليوم يجب أن يكون هناك تنسيق ما بين كافة الأطراف لكي تكون المخرجات الجامعية تواكب ويستغرقها سوق العمل. نعم. صحيح، يعني لازم الحديث أكيد راح يكون مستمر معك دكتور، لأن يمكن في كثير من المعلومات إحنا اليوم نحتاجين إحنا نستوضحها منك، ولكن راح نتوقف مع هذا اللقاء الخاص لبرنامج مجتمع واعي مع معالي رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح، حيث أكد أن جلالة الملك المفدى هو الراعي الأول للمواطن، وأن جميع القرارات الجديدة هدفها الأول هو إصلاح أوضاع الصناديق التقاعدية والتأمينية. تابع معكم مشاهدينا اللقاء، ونعود مرة أخرى لمواصلة حديثنا مع ضيفنا في الاستديو. اللي أتى في وقت المناسب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصه على أبنائه سواء كانوا متقاعدين أو موظفين أو أي مواطن على هذه الأرض الطيبة، فهو الراعي الأول للمواطن، وبالتالي من حرصه على سلامة هذه الصناديق واستدامتها أصدر هذا المرسوم حسب صلاحياته الدستورية التي تترك له تقدير الضرورة، وعلى أساسها أصدر هذا المرسوم لضرورته القصوى. وثانيا إن هذا المرسوم
سيؤمن المتقاعدين الحاليين والذي يفوق عددهم عن 95,000 متقاعد، وأيضا المتقاعدين للجيل القادم وإن شاء الله حتى إلى أحفادنا، بحيث أن تبقى هذه الصناديق قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين. فأنا في هذه المناسبة الحقيقة يعني ليس لي إلا أن أشيد بهذا المرسوم والسرعة في إصداره في هذا الوقت. هذا المرسوم الحقيقة جاء من ضمن حزمة من 10 نقاط. جلالة الملك أصدر مرسوم في 4 نقاط فقط، وطرق النقاط الأخرى إلى عملية التفاوض بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى الحلول التي تحقق مصلحة المتقاعدين واستدامة هذه الصناديق. قضية 3% الحقيقة جلالة الملك حريص على أن لا يمس بمكتسبات المتقاعد، وهذه 3% تهم بالدرجة الأولى المواطنين ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، وجلالة الملك سيعوض هذا النقص في 3% بوسائل أخرى عن طريق وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية والتنمية الاجتماعية وراح يعطيهم ما يستحقون بحيث أن لا يخسرون 3%. أما ذوي الدخول العالية فأنا أعتقد يتحملون انقطاع مثل هذه الزيادة، وهذه الزيادة أساساً لما اقترحت كانت لموظفي الدولة، ولكن جلالة الملك وحرصاً على العدالة طلب أن تشمل المتقاعدين وهكذا صار. فجلالة الملك بهذا المرسوم لم يرد أن ينتقص من امتيازات المتقاعدين، إنما أراد أن يحافظ على هذه الصناديق لمصلحة المتقاعد نفسه. وأنا أعتقد بأن هذا القلق من انقطاع هذه الزيادة ليس له ما يبرره، بل إنه بالنسبة للبعض اللي أقول ذوي الدخول العالية يعتبر تضحية مقبولة ومعقولة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البحرين، سواء كان صحية أو مالية أو اقتصادية. واصل معكم مشاهدينا لقائنا مع الدكتور مالالله الحمادي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. دكتور، يعني اليوم لما نقرأ هذه الإصلاحات اللي جاءت في المرسوم رقم 21 لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد، شلون نقراها اليوم مع هذه اللغط الكبير اللي قاعد يصير والمفاهيم خلينا نقول الغير صحيحة يمكن عند البعض فيما يتعلق بالعمار وكيفية احتساب المكافآت وهذه الأمور؟ نعم، بالنسبة عن المرسوم بقانون طبعا اللي طلع، مثل ما أنا أشرت أو مثل الكل اللي تكلم في هذا الموضوع، هذه كانت إصلاحات طارئة ويجب أن يعني تصدر بأمانة، يجب أن تصدر، لأن إحنا يعني سواء كموظفين أو كمتقاعدين يهمنا استمرارية الصناديق صح وتأديات الالتزامات سواء من حيث المعاش أو من حيث المكافأة المستحقة للمتقاعد، فاستمراريته يتوقف أو تتوقف على هذه الإصلاحات اللي طلعت. طبعاً هاي ما جات باجتهاد من مثلاً التأمينات الاجتماعية والهيئة أو مجلس إدارة، هذه جات نتيجة دراسات اكتوارية ولأكثر من مرة.
لان ليش هذه جات بصراحه يعني انا اكون يعني بالاضافه الى وجودي عضو في مجلس اداره الهيئه انما انا غريب جدا من القانونين يعني قانون الهيئه القانون القانون في القطاع الخاص وايضا قطاع الحكومه القوانين البحرينيه وبالذات القانون القطاع العام قانون التقاعد قانون سخي جدا بصراحه قانون سخي ومن القوانين المتميزة على المستوى الخليجي والعربي وأنا أقول ذي الكلام من واقع يعني دراسات من واقع اطلاع على هذه القوانين يعني على سبيل المثال القانون البحريني اللي يتقاعد في سن 55 يحصل 5 سنوات اعتبارية من القانون هاي ما في ولا في قانون صراحة يعطي 5 سنوات الخمس سنوات دي فيها تكلف فيه تكلفة طبعاً بالإضافة طبعاً إلى أن هي تأخذ وتحسب بالزيادات أيضاً السنوية اللي تحصل بالنسبة للغالة وظيفة أيضاً لما تلغى وظيفة شخص أيضاً 5 سنوات مجانية قانون التقاعد يمنح الموظف أو في حالة الفصل بغير الطريق التأديبي فهذه كلها تعتبر من المزايا اللي أضيفت على القانون يعني قوانين التقاعد عادة توفر للمتقاعد المعاش وايضا المكافاه اذا لا لكن قانون مثلا في استبدال المعاش وفي قرض الصندوق وفي هاي الزياده ايضا في بالامكان تحويل الان هاي من المزايا بامكان تحويل المكافاه 3% بامكانك تحولها الى جزء من المعاش يعادل 6% اذا حبيت تزيد معاشك وهذا شيء راجع لك انت يعني فالشاهد بالحديث ان هناك صراحه مزايا كثيره في قانون التقاعد البحريني هذه المزايا بطريقه او باخرى طبعا احنا مثل ما احنا عارفين ان هذه يعني بالنسبه عن الامور الاستثماريه والاقتصاديه هاي تتاثر بالاسواق العالميه فاليوم تمر هذه الصناديق بظروف معينه فيعني من ضمن الاصلاحات هذه الاصلاحات المهمه الاربعه اللي طلعت وهناك ايضا اصلاحات 6 معروضه على مجلس النواب سوف طبعا يتم يكون السلطه التشريعيه كون السلطه التشريعيه هي المعنيه بهذه التعديلات ايضا هي يمكن اقل حده من الامور اللي صدرت في المرسوم بقانون وبالتالي السلطه التشريعيه سوف تنظر في هذه الاقتراح المشروعات بقوانين ومن ثم طبعا هي ويا الحكومه بيصير تنسيق معين على اساس ان تشوف وين طبعا اكيد المصلحه العامه ومصلحه ايضا المتقاعدين حتى يتم اقرار هذه المشاريع ولكن لحد الان لم يصدر اي قانون او مرسوم بقانون يتعلق بمده بالعمر مثلا نرجع على سؤال الاستاذ رقيه فيما يتعلق بالعمر ان لازم 55 او لازم 60 او هاي لم يصدر لحد الان لم يصدر اي شيء يتعلق بمتوسط سنوات التي يسوى عليها راتب تسويات المعاش ايضا هذه لم يقر وان كان من ضمن مشروع قانون لكن لم يقر لحد الان لانه معروض على ايضا الغاء السنوات الاعتباريه اللي انا تكلمت عنها هذه من الامور المعروضه الان على السلطه التشريعيه لم يبت فيها الحد بالتاكيد احنا بانتظار طبعا يعني القرارات اللي راح تصدر من اجتماعات الحكومه مع مجلس النواب يعني اكيد راح يكون في اتفاق على مصلحه المواطن بالتاكيد احنا مستمرين معاك دكتور لكن بعد ايضا عندنا هذا التقرير اللي عدل لنا الزميل محمد الارشيدات عن الاثر الايجابي اللي طال العديد من القطاعات الحيويه بعد قرار دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشات الخاصه الاكثر تاثرا من تبعات كورونا نتابع معكم التقرير وراجعين آراء قرأت حسن الناتج المؤمل من وراء تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي جاءت لتوضع في مقام توحيد الجهود الوطنية في مجابهة انعكاسات فيروس كورونا كوفيد-19 وتأثير ذلك على حيوية المجالات والقطاعات الرئيسية لتتلقفها الحكومة وتسارع في التشاور مع السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين حتى يتم ترجمتها على أرض المنجز العملي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه وللحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظ الله ورعاه ودعماً للجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بتكفل
بدعم أجور العاملين في القطاع الخاص الفترة الأولى والثانية، هي ترجمة واضحة وجلية لحرص جلالته حفظ الله ورعاه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين واهتمام جلالته بجميع شؤونهم ومساندته لأبناء شعبه في مختلف الظروف والتحديات. خطة الدفع التي تم اعتمادها ستكون خاضعة لجملة من الشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية. نقوم وزارة العمل باستلام قوائم المنشآت من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ودراستها وتحديد المنشآت المستحقة للدعم بحسب القطاعات الأكثر تأثراً، وذلك وفقا للمعايير والضوابط المشار إليها في قرار وزارة العمل. وبعدها تقوم الوزارة بإحالة المنشآت المستحقة للدعم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتكوين مبالغ الدعم إلى المنشآت خلال الأسبوع الرابع من كل شهر. تأثير إيجابي مباشر ستحدثه هذه التوجيهات الملكية على البحرينيين العاملين في المنشآت الأهلية الأكثر تأثراً من تبعات الفيروس الخفي. سوف يستفيد من هذا الدعم أكثر من 10,000 مؤسسة من القطاعات الأكثر تضررة والعامل في القطاع الخاص، وكذلك أكثر من 60,000 عامل بحريني يعملون في القطاع الخاص. لأن الاقتصاد في ظل هذه الظروف لا يزال يولد بعض فرص العمل للمواطنين، حتى تشير البيانات وهذه مبشرة بالخير للوطن. اليوم تم دراسة المجالات الأكثر تضرراً وتم دعمها بنسبة 50% ابتداء من هذا الشهر لمدة 3 شهور، وهذا يساهم أكيد على المواطنين بطريقة إيجابية العاملين في هذا القطاع الحيوي والحساس، ويعطيهم نوع من الطمأنينة في عملهم ويضيف إلى الاستقرار الوظيفي. طبعاً هاي الدعم الاقتصادي أكد لنا أن مملكة البحرين دائماً تكون واقفة معنا في أي أزمة ممكن نمر فيها، فتم دفع الرواتب حق كل مواطنين البحرين عندنا في الشركات الخاصة خلال هالفترة، دعم كبير حقنا، وأكيد هالدعم ما كان سهل بالنسبة حق الدولة طبعاً، فخفف علينا في وايد أشياء سواء يعني في الشركات الصغيرة أو الكبيرة حق البحرين اللي هو الشركات الخاصة. فإحنا كشركة علاقات عامة كان هالشيء وايد زين بالنسبة لنا، لأن إحنا أساساً نشتغل خلال الفعاليات في البحرين. عند مواجهة الأزمات وفي تحييد العقبات فوائد تبنى عليها قواعد وركائز صلبة تقود إلى حال لا تسوءه الظروف ولا الملمات، واقع يصبح باستطاعته ترميم الثغرات وصد منابع المخاطر بأقل جهد وبوقت، هو كفيل أن يكون المسعف لا أن يهدد بسيفه. لتلفزيون البحرين، محمد الشهدات. عودة مجددا مع ضيفنا العزيز في الاستوديو الدكتور مال الله الحمادي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. مثل ما شفنا في التقرير يعني كان هناك أثر إيجابي من وراء يعني الدعم اللي قدم ل 60,000 مواطن أو موظف بحريني يستفيد من الدعم الحكومي بدفع 50% من رواتب البحريني المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرا. هذه بعد يعني دعم آخر غير الدعم الأولي اللي هو دفع مستحقات المواطنين من رواتب اللي يعملون جميع المواطنين اللي يعملون في القطاع الخاص، فالدعم الحكومي مستمر. شلون انعكس ذلك على الوضع المعيشي، الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي في البحرين دكتور؟ أنا أشرت منذ قليل بأن يعني بصراحة القيادة مو بغافلة عن الشعب، ولما يعني أذكر كلمة الشعب طبعا أذكر تعني جميع الموجودين وجميع العاملين سواء بحرينيين أو حتى غير بحرينيين، وأيضا أقصد بها أيضا أصحاب الشركات وأيضا الموظفين والعاملين. كل إجراءات وكل الدعم اللي قدمته الحكومة في مختلف القطاعات بلا شك أن لا دورة، وأيضا حرصها على المحافظة بصفة عامة على حقوق الإنسان المختلفة سواء الصحة والتعليم والتنقل، هاي كلها برغم من الظروف الاستثنائية اللي مرت على البحرين وعلى العالم طبعا، إلا أن الدولة استطاعت بصراحة أن
رغم هذه الظروف أن تحافظ على هذه الحقوق في مجملها. فأيضا ما يتعلق في الدفع الأولى طبعا تحملت الحكومة اللي هي رواتب البحرينيين بالكامل. الآن أيضا الحزمة الثانية بتكفل أيضا الحكومة ب 50% من هذه الرواتب. هذه بلا شك لا دور الكبير جدا على العاملين والموظفين نفسهم وأيضا على أصحاب الشركات في استمرارية العطاء واستمرارية الإنتاجية في هذه الشركات واستقرارها أيضا. فيعني أنا نلاحظ أن يعني كيف الصراحة اللجنة التنسيقية والفريق الوطني كيف استطاع بصراحة أن يلم بكل هذه المواضيع وأن يلم بكل هذه المشاكل وأن يضع في اعتباره كل هذه الاعتبارات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو المواطنين أو المقيمين. يعني هذا الموضوع موضوع الجائحة ومواجهته موضوع جديد علينا في البحرين وعلى العالم طبعا وعلى البحرين بالذات في العصر الحديث. فبصراحة يعني الاستعدادات الاستباقية واستطاعت صراحة اللجنة التنسيقية وفريق العمل أن فريق الوطني أن يعني يضع الحلول السريعة أيضا والمنتجة لكل هذه الحالات وكل هذه المشاكل. الصراحة هذه يعني شيء كبير جدا وينعكس بلا شك على استقرار الأعمال، استقرار المنشآت نفسها، استقرار الأسر، ومن ثم استقرار المجتمع. أكيد طبعا دكتور، يمكن أنا بأخذ من كلامك النقطة اللي تفضلت فيها أن يعني كل هذه الجهود تصب في النهاية على أن إحنا بنحافظ على يعني ديمومة واستقرار الطرفين إن كانوا أصحاب الأعمال أو العمال نفسهم. لكن اسمح لنا دكتور، إحنا راح نتوقف معك مع هذا اللقاء اللي أجراه فريق إعداد البرنامج مع الدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون العام المشارك في جامعة البحرين، واللي أكد بأن التعديلات الجديدة تحث أرباب العمل في القطاع الخاص على الالتزام بدفع الاشتراكات، وفي حال عدم الالتزام سيتم فرض عقوبات مالية مضاعفة عليهم. خلونا نتابع جزء من اللقاء وراجعين نكمل حديثنا مع ضيفنا في الاستديو. بخصوص أيضا التعديلات جاءت بخصوص فرض غرامات وبعض العقوبات على من على أرباب العمل في القطاع الخاص الذين لا يقومون بعملية يعني دفع الاشتراكات اللي بالنسبة لرب العمل. يعني احنا كلنا نعرف ان في القطاع العام على سبيل المثال يدفع المؤمن عليه وتدفع الدولة، ايضا في القطاع الخاص يدفع المؤمن عليه ويدفع رب العمل، ولكن رب العمل بعض أرباب العمل كانت تحاول انها لا تقوم بعملية الدفع. طيب هذه الإدارة العامة هذه ما تصلغ ما عندها أن تقدر تقص دايركتلي، فتلجأ إلى عملية المحاكم وتلجأ والمحاكم تبقى سنوات عشان تقوم بعملية هذه الاستقطاعات أو عودة المبالغ المستحقة على أرباب العمل في القطاع الخاص. هذه الأمور سببت إشكالية على حقوق العمال نفسهم لأن العامل ملتزم بعملية الدفع. التعديلات جاءت في هذه الجزئية أنها فرضت غرامات 3 أمثال ها القيمة الكلية للاشتراكات تفرض على هذا رب العمل في حالة عدم سداد الاشتراكات في موعدها المحدد. فأصبحت للإدارة العامة للتقاعد والتأمينات أصبحت لها سلطة قوية ها، وأصبح أيضا للقضاء أنه يعاقب من قام يعني يكون له أداء يعاقب ما يعني حتى العقب نقول خلينا نقول عقب 3 سنوات والله حصلنا الأموال بنحصلها بشنو؟ بنفس الاشتراك. أما اليوم لا، اليوم أنت ما بتدفع ها بتصدر عليك غرامات 3 أمثال القيمة الكلية للاشتراكات. فلذلك بيحث على كل رب عمل أن يقوم بدفع الاشتراكات في موعدها المحدد، وهذه ميزة كانت جميلة جدا ولفتة في هذه التعديلات، يعني حفاظا على حقوق ها العمال في القطاع الخاص. عودة مجددا مع ضيفنا العزيز الدكتور مال الله الحمودي. دكتور، يعني مع الإصلاحات الأخيرة في صناديق التقاعدية شلون من الممكن يعني هذه الإصلاحات انها راح تنعكس في مسألة تعزيز حق الضمان الاجتماعي؟ نعم طبعا، بالنسبة للضمان الاجتماعي منصوص عليه في المادة 5 جيم من الدستور
أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي. بما في ذلك طبعا أيضا الترمل أو الطلاق أو التيتم أيضا بالنسبة للأطفال، وأيضا التأمين الاجتماعي. خلني بس أخوي بسام أفرق حق الأخوة المشاهدين ما بين الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي، لأن البعض في بعض الحالات يخلط ما بين الضمان الاجتماعي هو عادة تكون المظلة الأكبر اللي تحتوي على نظام التأمين الاجتماعي، نظام البطالة مثلا، نظام المساعدات، نظام حماية كبار السن مثلا بدعم معين، نظام تحسين المعيشة. فالمظلة الكبيرة هي الضمان الاجتماعي، عادة هذه في بعض الدول يعني أن تكون بدون مقابل. وبهالمناسبة عندنا قانون ترى صادر بخصوص الضمان الاجتماعي، قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي. والقانون ذي أنشأ صندوق الضمان الاجتماعي اللي قدم مساعدات مجانية بدون أي اشتراكات في الدول الأوروبية والدول الأخرى، يتم أيضا دفع اشتراكات لهذا الصندوق. لكن في الحمد لله عندنا الصندوق ذي يعني مدعوم من الحكومة، ويقدم أيضا مساعدات اجتماعية لفئات معينة، المطلقات، المهجورات، الأرامل، الأيتام، كبار السن، المسن، فأيضا الأولاد إذا، وهناك شروط معينة. فهذا الصندوق هو أو هذا النظام هو ضمان اجتماعي. إنما التأمين الاجتماعي هو التأمين طبعا الإلزامي اللي يمول من خلال اشتراكات تقدم من قبل، سواء في القطاع الحكومي تساهم الحكومة بالنسبة مثل ما أنا أشرت منذ قليل، وأيضا الموظف ساهم بالنسبة، وأيضا بالنسبة للقطاع الخاص صاحب العمل يساهم، وبالتالي أيضا العامل أيضا يساهم في نسبة معينة. فبالتالي الضمان الاجتماعي ولله الحمد في البحرين موجود، والدولة متكفلة به ووضعت القوانين اللازمة لتنفيذه، وغير طبعا المؤسسات طبعا الخيرية الأخرى وسعي أيضا المجلس الأعلى للمرأة، فهناك عدة طبعا جهات معينة أيضا تعنى بجانب معين من هذا الجانب، جانب الضمان الاجتماعي. بالنسبة للمحافظة على الصناديق، المحافظة على الصناديق موضوع مهم جدا، لأيضا تستمر الدولة في تقديمها للضمان الاجتماعي للمواطنين، صح ولا لا؟ فبالتالي لو قصرت، لو على افتراض الله يقول تم إفلاس هذه الصناديق، بتكون الدولة الصناديق دي ما بتقدر تقدم معاشات صح للمستحقين، وبالتالي سوف تلام الدولة في هالحالة بأن ما التزمت مثلا بالأحكام الموجودة في الدستور وما قدمت الضمان الاجتماعي. وبالتالي هذه التعديلات مهمة جدا، وهذه الإصلاحات مهمة جدا لكي تستمر الدولة في تقديم خدمات فيما يتعلق في الضمان الاجتماعي كما ظل كبيرة، وأيضا التأمين الاجتماعي كقانون للمتقاعدين. نعم، يعني دكتور احنا قبل ما نختم معك، يمكن احنا نقول صح في مرسوم اليوم، لكن في لازالت هناك قرارات لازالت لم تتخذ، لازالت الآن تدرس، يحن في أمور مو واضحة. فلابد ان احنا اليوم لازم نتوجه حق المشاهدين ونقول لهم كلمة بأن هناك لازالت بعض الأمور اللي راح تستوضح، لكن مع الوقت. يعني لا نحكم، لا نستعجل بالحكم، لا نتخذ قرارات قد تكون غير صحيحة، لأن لحين الرؤية غير واضحة بشكل كلي. بالضبط ترغية، مثل ما احنا عارفين يعني أغلب القوانين تصدر ويحال لتفصيلها أما إلى لوائح تنفيذية وأما إلى قرارات تصدر من الوزراء المعنيين. فحتى هذا القانون أو المرسوم بقانون اللي صدر فيما يتعلق بإصلاح الصناديق نص أيضا على الوزراء المعنيين سواء وزير العمل أو وزير المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتوضيح تفاصيل هذه القوانين. يعني لازم هذه القوانين نصت، خلينا نقول القوانين عادة تضع الخطوط العريضة، وبالتالي القرارات هذه بتنفذ، تصدر لتنفيذ هذه القوانين بصورة مبسطة، وبالتالي بحيث أن لا تخرج طبعا عن النطاق العام لهذا القانون. فإحنا مثل ما تفضلت يجب أن ننتظر القرارات التنفيذية في طور الإعداد، وأكيد أنها هي بتوضح، وأكيد أنها هي يعني بتكون شاملة
لجميع الحالات اللي اليوم الناس تتساءل بخصوصها. نعم. فقليل من التريث وان شاء الله الامور بتكون بس طيب. الاكيد يعني دكتور ان شاء الله ما في يعني اي طرف ممكن انه هو راح يتضرر ولن يمس ابدا طبعا بحق المواطن او حق العامل تحديدا، نتمنى ذلك. تتكلمين عن القرار ولا نتكلم عن... يعني بشكل عام دكتور اليوم على اساس انه كل اللي اليوم حاط يعني بعض خلينا نقول المعلومات او المفاهيم انه ممكن مع هذا المرسوم ممكن مع هذه القرارات ممكن العامل يتاثر حقه، احنا ممكن نقول انه يعني ايا كان القرار الذي يتخذ اكيد مصلحه المواطن هي اللي تنظر في المقام الاول. وهو بلا شك، ودليل ذلك بان استمراريه الصناديق لمصلحه من؟ استمراريه الصناديق هي لمصلحه المواطن. هو المفهوم الاهم يعني دكتور اللي لازم نتكلم عنه ان احنا يعني هذا المرسوم والقرارات التي يعني جاءت يعني تباعا هي اصلاحات يعني بالضبط. لمستقبل واستدامه هذه الصناديق لازم يعني نؤكد على هذه الكلمه بان هذه اصلاحات وليست اجراءات من نوع اخر، انما هي اصلاحات. وايضا يعني ننتظر بالطبع يعني الضوابط الاخرى اللي راح تم وضعها من قبل الجهات المعنيه. احنا نشكرك دكتور، يعني احنا والله كسبناك اليوم معانا يعني تكلمنا عن هذه الاصلاحات وهذه الدعم الحكومي المستمر في اطار حقوق الانسان، يعني وانت يعني حقوقي بارز وايضا عضو في هيئه التامين الاجتماعي. شكرا جزيلا لك دكتور على حضورك معنا. دكتور المستشار الدكتور مان الله الحمادي عضو مجلس اداره الهيئه العامه للتامين الاجتماعي، شكرا جزيلا على حضورك. شكرا لكم على الاستضافه ومشكورين ما قصرتوا. الله يخليك. مشاهدينا الكرام ناخذ هذا الفاصل وراجعين معكم. الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة على توفير بيئة صحية لجميع المترددين على الخدمات الصحية ومنها المركز الوطني لفحص الكورونا بأرض المعارض، حيث تم تخصيص قاعات مختلفة لعمل الفحص تخدم الأهداف المنشودة من هذه الفحوصات للفئات المختلفة. كذلك لما يكون دخولهم إلى داخل القاعة هناك علامات واضحة لكل فحص من التسجيل إلى الاستقبال لأخذ المعلومات من المرضى إلى ما يطلع ويترخص من المكان. تم مراعاة التباعد الاجتماعي ما بين كل مريض وآخر، الكراسي تكون متباعدة بمسافة مترين ويتم تعقيمها بعد قيام كل مريض للفحص قبل جلوس المريض الآخر. لا يتوقف الأمر عند هاي الموضوع، لكن يتم المتابعة المستمرة، ولو شفنا إن في بعض الحالات تحتاج لإدخال لحين ظهور النتيجة يتم توفير مقام مخصص ومنفصل تماماً عن المترددين للفحص بشكل مباشر، بحيث إنه يكون هذه الأماكن منفصلة وتلتزم بالقواعد العامة لمكافحة العدوى. بالإضافة إلى أمور التعقيم، يتم التعقيم بالمواد المعتمدة والمسجلة لدى وزارة الصحة ووكالة صحة البيئة باستخدام آلات رش المعقمات واستخدام آلات التبخير التطهيري واستخدام جهاز الألترا فايلوت لايت للأشعة فوق البنفسجية. احنا ككوادر طبية في الصفوف الأمامية في عيادات أرض المعارض نلبس الملابس الوقائية، من الرأس نلبس الواقي للشعر والملابس إذا كنا لابسين حجاب، القناع نلبس اللباس الوقائي للملابس الخارجية وأيضاً قطاع للأحذية. كل هذه الملابس الوقائية وفرت لها لنا حكومتنا الرشيدة بصورة دورية وبدون انقطاع لوقايتنا من الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الشخص اللي احنا نقوم بفحصه. لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية يتم التعاون مع الدفاع المدني يومياً لتعقيم مركز المعارض لتحقيق أكبر نسبة من التعقيم ومنع الخطورة من انتشار العدوى ما بين العاملين والمستفيدين من الخدمة. وهذا الإجراء هو إجراء احترازي وتدبير وقائي من أجل وقاية جميع المراجعين والمرضى ووقاية الطاقم الطبي من انتقال العدوى داخل المنشأة الصحية. وفي الختام نتمنى الصحة والسلامة للجميع. We'll be right back.
حياكم الله من جديد. توصل وزارة الداخلية بذل الجهود الكبيرة للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره. في هذا الإطار تواصل محافظات العاصمة جهودها لتخفيف كثافة الأعمال الأجنبية في مناطق سكنهم كإجراء احترازي للتصدي للفيروس. صحيح بسام. وقد قام الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة بزيارات ميدانية لعدد من مساكن العمالة في المحافظة، وتم رصد المباني المخالفة لاشتراطات السكن الجماعي المشترك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بما فيها قطع التيار الكهربائي عن المبنى المخالف حتى يتم تعديل أوضاعا. بالتأكيد. وأكد محافظ محافظة العاصمة أن المحافظة ما راح تتهاون أبدا في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب مباني السكن الجماعي المشترك المخالفة، وأكد أن المخالفين يتحملون كل المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بالساكنين في هذه المساكن، مطالبا أصحاب المباني بسرعة تصحيح أوضاعها والعمل على تقليل كثافة هذه العمالة العشوائية حفاظا على سلامة أفرادها. بالفعل، يعني خصوصا أن التكدس المخالف يساهم في نشر عدوى كورونا، عشان كذي أن أصحاب المساكن هم مسؤولين عن انتشار العدوى لمخالفتهم قانون السكن الجماعي المشترك والقوانين والاشتراطات والقرارات المنظمة. خلونا نتابع مشاهدينا في هذا التقرير التالي جهود وزارة الداخلية ممثلة طبعا في محافظة العاصمة في رصد المخالفين لاشتراطات السكن الجماعي. تنفيذا لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية لتخفيف كثافة العمالة الأجنبية في مناطق سكنها وسط المنامة كإجراء احترازي ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، قامت محافظة العاصمة بتشكيل 4 فرق تضم عدة جهات معنية، هي وزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء وأمانة العاصمة ومديرية شرطة محافظة العاصمة، وذلك لحصر وتفتيش المباني الواقعة في وسط المنامة، حيث يتمركز نحو 69,000 من العمالة الأجنبية في 9 مجمعات سكنية. استطاعت الفرق رصد 439 مبنى مخالفة بوسط المنامة. تتمثل المخالفات في تكدس أعداد كبيرة من العمال في غرف ضيقة تفتقد لأدنى اشتراطات الأمن والسلامة، إضافة إلى أن التوصيلات الكهربائية غير آمنة وعليها أحمال كبيرة نتيجة لكثرة أعداد الساكنين في تلك المباني، مما ينذر لا سمح الله بنشوب حرائق، علاوة على أن كون هذه الأعداد المتكدسة تسهل انتقال الفيروس بينها، حيث استطاعنا تخفيف الاكتظاظ في المباني بوافق 6652 عامل حتى اليوم بسهولة وسلاسة تامة ودون أي معوقات. بخصوص الإجراءات المتبعة حاليا، لمسنا تعاون كبير يعني من قبل الفريق المكلف بالكشف على مباني السكن الجماعي، وخصوصا في تسلسل الإجراءات وسلاستها يعني تمت وفق المأمول، وأن ذلك يعني كله يصف في تقليل الجائحة بأقل قدر ممكن، يعني على أساس أن مدة قطع التيار الكهربائي لا تتجاوز يعني يوم إلى يومين، يعني في بعض الأحيان يعني يتم إعادتها في نفس اليوم من توقيع التعهد، وهذه الإجراءات يعني كلها تصب في مصلحة الوطن والمواطن. يعني نشكر محافظة العاصمة على تعاونهم المثمر في الحد من انتشار الفيروس وسلامة المواطن وسلامة المقيم وسلامة الناس من هاي الأمور. بالعكس، أنا أحد الملاك
الذي بادرت ومستعد أبادر مع الحكومة ومع المحافظة على أساس سلامتي، سلامة عائلتي، سلامة الناس اللي حوالي. فهذا الشيء يعني ما في، يعني احنا من أكثر الدول البحرين يعني مع طبعا بوقفة الحكومة الرشيدة من انتشار الفيروس هذا لازم نقضي عليه. هذه الإجراءات بالعكس طيبة لنا احنا، فاحنا ليش ما نلتزم؟ انا واحد احد الملاك الذي يعني اتمنى التزم وراح التزم بهالخطوات. ففي البداية الإجراءات المتبعة ونحن قمنا يعني بما يلزم لتصحيح وضعنا، انا صلحت وضعي ومستعد اصلح وضعي بما يرضي المحافظة ويرضي الحكومة الرشيدة، لحماية الساكنين والحفاظ على سلامة الناس وأرواحهم، خاصة في ظل الظروف اللي احنا فيها، يعني اللي قاعدين يعني أمراض وانتشار وفيروس يعني فعلى الجميع التعاون على هذا الشيء، ونشكر احنا الحكومة الرشيدة.
حياكم الله. معهد الإدارة العامة بالتعاون مع جامعة الخليج العربي أصدر موجز السياسات اللي هو الابتكار في وقت الأزمات، واللي يعد أول موجز إرشادي من نوعه بني على نتائج دراسة علمية وصفية بحثت في كيفية تعامل وضعي السياسات والجهات التنفيذية لمواجهة الأزمات، ما يؤكد أن مواجهة فيروس كورونا المستجد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب توظيف يعني أفضل المنهجيات العلمية والتطبيقات للخروج بحلول مبتكرة. ملخص البحث كان تكييف السياسات اللي تحفز الاستجابة والمرونة المؤسسية، وإلى ضرورة دعم القيادة السياسية للتعامل مع المخاطر في وقت الأزمات، وإلى أهمية التعاون فيما بين الجهات من وزارات وبلديات لتسخير الشبكات العالمية والقدرات التنظيمية للابتكار والإبداع والمرونة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا عبر السكايب سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس، المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبام. مساك الله بالخير دكتور، ويعني يا ريت في البداية تحدثنا عن هذا المشروع البحثي وشراكتكم مع جامعة الخليج العربي. مسيكم بالخير، يحفظكم الله، نشرف نكون معاكم اليوم. المشروع حقيقة عبارة عن شراكة بين جامعة الخليج العربي وبين معهد الإدارة العامة بيبا. الهدف الأساسي إن شلون نقدر نستفيد من الأزمة ونحولها إلى فرصة. الأزمات موجودة وراح تتواصل، لكن كيف نحول هذه الأزمات إلى فرص نقدر نستفيد منها ونبني فيها حق المستقبل ونبني فيها الكوادر البحرينية، هذه يمكن هو أهم ما في الموضوع. فلما جينا وناقشنا التفاصيل مع جامعة الخليج العربي ومشكورين على تعاونهم معنا، دائما احنا من خلال الشراكات اللي نبنيها نحاول يكون الجهد الإضافي له إضافات نوعية. وبالفعل جامعة الخليج العربي وعلى رأسهم الدكتور العوهلي الله يعطيه الصحة والعافية مع البروفيسورية اللي موجودين كانت إسهاماتهم رئيسية في مسألة الابتكار وشلون توظيفه في طبيعة عملنا والأزمة اللي مرينا فيها، وشلون ممكن إن احنا يكون عندنا بحث نوعي وصفي رصين يعكس الواقع اللي نعيشه واستجابة القطاع العام حق هذه الأزمة، وشلون كانت التفاعلات على رأسهم صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بقيادة فريق البحرين، اللي ممكن من خلال أول شيء نعرف شلون نقدر نستفيد من العمل الجبار اللي صار وكيف ممكن توظيفه في المستقبل لا قدر الله لأزمات أخرى، بحيث أنه يكون عندنا نوعية من الريسبونس من التفاعل مع الأزمات تكون بشكل أفضل، اللي احنا نسميه نوعية من الاستشراف المستقبل والاستراتيجيات اللي توضع لمثل هذه الأمور. نعم دكتور، لا شك يعني من الواضح جدا أنه مشروع طموح يعني، لكن هل هناك خطوات مستقبلية أو خطط لتوظيفه بصورة أشمل للتعامل أولا مع جائحة كوفيد 19 أو في مستقبل يعني التحديات؟ نعم اخواني، الفكره الاساسيه ان المعهد دائما يبني شراكاته عشان نتوسع في نطاق عملنا من غير ما يكون علينا الحمل المادي والمالي. فشراكاتنا مع المؤسسات مثل جامعه الخليج العربي ولا غيرهم، ولا مثل ما كان مع ديموز اللي في هلسنكي، كلها نبني من خلالها علمنا ومعرفتنا بالابتكار وآليات الابتكار ومنهجياته وكل التكنولوجيا المتعلقة به اللي تساعدنا وتساعد القطاع العام على تطوير عملنا، ليس فقط لمواجهة يعني جائحة كورونا، وإنما أكبر من ذلك اللي هو كيف الاستفادة منه لبقية الأمور اللي ممكن تمر على العمل الحكومي. الآن في نفس هذه المشروع عندنا كذلك توسع، بنينا مع الطاقم الطبي، الطاقم من قاموا في الصف الأول وواجهوا يعني بكل فخر نفتخر في البحرين الجائحة والإجراءات اللي صارت والنتائج المتحققة، لكن كذلك نبي نشوف الآن بقية المجالات الإدارية المصاحبة لهذه العمل الجبار.
لأن لولا فريق البحرين الأكبر لما قدرنا بالفعل نحن نواجه هذه الجائحة، سواء كان من قبل الفريق الصف الأول ولا من قبل الإداريين في مكتب النائب الأول ولا غيرهم من الإداريين في كثير من الوزارات الحكومية، أو بالأحرى حتى مع المجتمع، وكيف أن المجتمع بالفعل مجتمع واعي قدر متخذ القرار أنه يستند على التعامل معه بأريحية وبوعي كامل، اللي استطعنا جميعاً نتخطى هذه الأزمة اللي شفناها في كثير من الدول وصلت إلى مراحل حرجة جداً. الحمد لله رب العالمين، الله يحفظ البحرين وأهل البحرين، أن قدرنا نتخطى كثير من الأمور في هذا المجال، وهذه كلها يستدعينا أن احنا بالفعل شلون نستفيد من هذه التجربة وتوثق بالتوثيق الصحيح، التوثق بالتوثيق العلمي اللي ممكن استغلاله واستفادة منه في داخل البحرين، لكن كذلك كيفية وصوله إلى المجتمع الدولي بالحرفية اللي والمهنية اللي صار فيها المشروع. العالم اليوم يسمع إلى البحث العلمي في على أعلى المستويات وفي أرقى المجتمعات التكنوقراطية، ويحترم العمل المنظم المنهجي بهالطريقة. دكتور رائد، لو تخبرنا عن أهم المرتكزات الإدارية اللي على أساسها يعني بنت هذه الدراسة، خاصة أنها تسلط الضوء على القطاع العام. السبع أولويات حقيقة إدارية تم الارتكاز عليها في هذا المجال في القطاع العام، لأن الاستجابة كانت من خلال الأسلوب الابتكاري المدفوع بالأزمات. فأولها كان تكييف السياسات اللي تدفع الاستجابة الاستباقية، شلون بالفعل نقدر نفكر مسبقا، نخطط مسبقا، وشنو السياسات اللي تلزمنا ان احنا يكون عندنا هذا التخطيط المسبق والتعامل مع الأزمات. الثاني هو القيادة السياسية والقيادة الإدارية والالتزام فيه الأمر الضروري للتعامل مع كوفيد-19، بالإضافة إلى التعامل على عدة المستويات الإدارية. يعني لما صار في القرار ان العمل من المنزل، هذا التغيير تغيير جذري ليس فقط على العاملين نفسهم، انما حتى على عائلاتهم وعيالهم وابهاتهم والكل المجتمع بشكل عام، وما لذلك من تداعيات. فهني الدور القيادي السياسي، الدور القيادي الاداري في هذا المجال. الثالث هو التعاون بين القطاعات المختلفه. لولا التعاون بين كل قطاع والآخر في خصوصا في مثل هذه الأزمات اللي تشمل الجميع، كان ما قدرنا بالفعل نوصل إلى أي تغيير، واللي هو مفروض أن الآن كيف ممكن في المستقبل أن تزال هذه الحواجز. ما في شك أن كل مؤسسة من المؤسسات عبارة عن بيت خبرة في مجالهم، ما نقول أن ما راح يكونون هم أصحاب الخبرة في هذا المجال، بالعكس لازم نحافظ على بيوت الخبرة اللي موجودة، لكن لابد أن يكون في الجسور اللي موجودة بين المؤسسات تكون أكثر مفتوحة، أكثر تعاونها بينهم بين بعض أكبر لتحقيق الأهداف الأسمى. النقطة الرابعة هو رقمنة الخدمات فيما يسمى بالديجيتاليزيشن أو ديجيتاليزيشن. الهدف في هذه ليس فقط أتمتة الإجراءات اللي موجودة، إنما استخدام التقنيات الحديثة في التغيير الجذري لكثير من الأمور. خلنا نأخذ بس مثال بسيط اللي إحنا نبي بضربه عشان نبني عليه. لما نتكلم مثلا عن أوبر مال السيارات أو الفنادق، الكثير من الابليكيشنز اليوم موجودة غيرت مجرى القطاعات كامل. هذه ليست أتمتة لعمليات موجودة اليوم. مثل هذه الأمور نحتاج أن احنا كذلك نصنعها لتقديم الخدمات حق المواطن، مشاركات، تشاركات، تفاعل بين المواطنين وبين الحكومة أكبر، تبادل أفكار أكثر، وصول الخدمات لجميع المحتاجين لها، جميع الأطراف المعنية.
بل أكثر من ذلك أنه يكون في شراكة في تقديم الخدمات وصناعة الخدمة للمواطن. النقطة الخامسة بناء الثقة والتعاطف من خلال وسائل الإعلام. الإعلام جزء رئيسي في أي عملية تعامل مع أزمات سواء كانت لراحة ولا المستقبلية. إذا نقدر نبني خطاب حكومي موحد ذو هدف واضح الكل يشارك فيه، نقدر بهاي الطريقة نبني الثقة ونبني التعاطف الكومباشن بيننا وبين المواطنين وبين المؤسسات بينها بين بعض. النقطة السادسة هو التماسك الاجتماعي والالتزام المبني على القيم. ربنا لك الحمد، البحرين فيها من القيم اللي كلنا نفتخر فيها، اللي تعطينا المجال للتعدي كثير من الأزمات اللي ما كانوا أحد يتوقع أن البحرين الصغيرة في حجمها لكن بالفعل كبيرة برجالها ونسائها أن هي تتعدى هذه الأزمات، بل اللي تتعداها وهي تفتخر أن بالفعل قدرنا نوصل إلى كثير من الأمور الرئيسية اللي نصبوا لها. هذه لم يكن ممكن لولا التماسك الاجتماعي الموجود المبني على القيم. النقطة السابعة هو تقديم إجراءات وحلول مبتكرة تكون استباقية وليست لاحقة. الاستباقية معناته لابد أن يكون في استشراف للمستقبل. الابتكار في هذا المجال معناته أن قبل ما تيل الإشكاليات يكون عندنا حلول لها موجودة، بل أن إحنا تعدينا المشكلة حتى قبل أن تقع. مثل هذه الأمور اليوم التكنولوجيا وايد تعني لنا، ليس فقط مسألة مرة ثانية هندسة العمليات اللي موجودة الآن على قدم وساق بين ديوان الخدمة المدنية مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الله يعطيهم الصحة والعافية ومع مكتب النائب الأول، لكن في كثير من الأمور بالإمكان الخروج فيها من الخروج منها بمشاريع ابتكارية تدر على المجتمع فائدة رئيسية كبيرة نخدم فيها قطاعات أكبر ما كانت موجودة في السابق. بهالطريقة قدرنا نغطي كل المرتكزات الإدارية في خلال هذه الدراسة اللي بإذن الله إن شاء الله مثل ما يعني أصدرنا الموجز للسياسة هذه أو السياسات هذه، إن كذلك بيكون فيها نشر علمي محكم في المجلات العلمية الدولية. نعم دكتور رائد، يعني بعد هذه الدراسة نبي نعرف اليوم ما هو طموح معهد الإدارة العامة بيبا على الصعيد البحثي والعلمي كذلك؟ تسلمون يا أخوان وأخوات، يعني يعطيكم الصحة والعافية. الفكرة يمكن الأساسية هو أن احنا نطمح لجعل مملكة البحرين مركز بحثي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا على صعيد العمل الحكومي المحلي، بل على المستوى الوطني. الحمد لله احنا على المستوى المحلي قدرنا نرسخ كثير من ثقافات الابتكار والبحث العلمي، لكن نحتاج أن هي تكون جزئية رئيسية من العمل اليومي. الابتكار لم يعد مجموعة من الناس تبدي تفكر بروحها، إنما الابتكار والبحث العلمي جزئية رئيسية من عمل كل مسؤول في الحكومة. نطمح أن كل هذه القيادات الحكومية على اختلاف مستوياتها الوظيفية حتى حتى الصغار اللي موجودين معنا في الحكومة، لكن أنا دائما أسميهم قيادات لأن قادرين على إحداث التغيير والتطوير المطلوب، كل دلين يكون عندهم القدرة القيادية على صناعة السياسات الحكومية واتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية وبحثية، وأخيرا أن نتمكن بالفعل من استشراف المستقبل، استشراف الأزمات قبل حدوثه باعتماد آليات الابتكار. نعم سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخرة. شكرا. مشاهدين احنا مواصلين معكم ولكن من بعد هذا الفاصل. حالة مصابة راح تجمعات عائلية وكانت النتيجة ان 33 واحد في هذه العائلة فقط
أصابهم اللي هو كوفيد-19. يعني الوضع متعب نفسيا لما أنت تشوف الأشخاص من نفس العائلة، تتعب أن أنت تشوف أفراد نفس العائلة يجون بنفس الكسرة في عيونهم. يعني اضطرينا نحن نفصل الأم عن الولد، وكان بينهم زجاج، فنظرات الأم إلى الولد وحسرتها عليه وصوت بكاء هذا الطفل يعني يرن في إذني. إذا غمضت عيني تغمض عيني بس ساعتين، باقي الأوقات كلها عمل، ما تحس بوقتك بتاتا. التليفون 24 ساعة شغال ليل نهار على طول يعني، فحتى مع وجودي في البيت أكون كأني مو موجودة. شنو ذنب طاقم طبي يجتهد ويتعب ويكافح وفي ناس مستهترة؟ هذه المستهتر بأسلوبه هذه وبعدم اكتراثه بأنه يلتزم بالتعليمات وبالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى انتشار المرض، ولا قدر الله ممكن أن يتسبب في وفاة أحد أفراد عائلته، وهذا أعتقد التأنيب الأكبر. أنا عندي بنت وحيدة كانت في الشهور الأخيرة من حملها، مدة شهرين أنا ما شفت بنتي. لولا دعم زوجي وأولادي ما استطعت أن أصمد. أمي وأبوي تعبانين شوية، كبار في السن، وفراقهم صعب، وعدم قدرتي أنني أعتني فيهم بشكل يعني مناسب يستحقونه بعد صعب علي. طبعاً إحنا يسوولنا على طول كل أسبوع تقريباً نجري اللي هو العينات على أساس تتأكد، لكن بعد الواحد دايماً يخاف إنه هو يعدي، وخاصة إنه هو بيعدي أقرب الناس له. قبل كم من يوم أنا كنت نازلة من على الدرج ركيض وهو واقف تحت، وقف أقول له وش صاير؟ اللي يقول لي لا أنا عبالي جاية تحضنيني، أنا ما أقدر حتى إني أحضن أبوي. هاي زينب. أتمنى الصحة للجميع ولا تشوفون أي مكروه، نبي بس أنكم تلتزمون. ما حد يتمنى أن أحد عزيز عليه ينحط في هذا الموقف أو أن يكون في هذا السرير. يعني المجتمع هو سلاحنا، يعني وعيه هو سلاحنا الحين في هذه الفترة. إذا هو التزم بمسؤولية فهذه طبعاً بيحمي أحبائه وبيحمي أهله وبيحمي أهل البحرين كلهم. طبعاً مشاهدين لازلنا مستمرين معاكم. وزارة التربية والتعليم انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والتربوية والتعليمية في توفير خدمة التعليم لأبنائها الطلبة بالرغم من تعليق الدراسة في مدارسها ومدارس العالم أجمع بسبب الظروف الصحية الراهنة، إلا أنه بفضل مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل اللي أسهم في تعزيز التواصل التربوي والتعليمي في مدارس البحرين صار الوضع جداً طبيعي. أكيد بسام، ولله الحمد يعني بسبب البنية التحتية القوية في مملكة البحرين وبسبب التطور اللي نعيشه ما وقف التعليم أبدا، بالعكس يعني واصلوا بنجاح مثل ما شفنا، حتى صارت يعني الحصص التعليمية على شاشتنا وغيرها من تخصيص 14 قناة يوتيوب تعليمية لجميع الصفوف الدراسية والتعليم الفني والمهني والتربية الخاصة. وأكيد طبعا ما ننسى التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون الإعلام وإطلاق الحصص التعليمية المتلفزة على القناة الرياضية. بالتأكيد رقي، هالشيء يدل على حرص البحرين في استدامة العملية التعليمية لجميع الطلبة على اختلاف مراحلهم الدراسية. فريق عمل البرنامج تواصل مع الطالب جاسم محمد جمعة، طالب بالمرحلة الثانوية، وعدوا لنا هذه الفقرة، فقرة الثقافة التربوية اللي استعرض فيها الطالب أفكار لقضاء وقت الإجازة الصيفية. نتابع.
دائما ما تكون العوائق هي اللي تمنعنا من ممارسة حياتنا الطبيعية وممارسة الشيء اللي احنا نحبه، خاصة في وقت الفراغ، مثل اللي قاعد يصير في هذه الأيام مع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. ولكن بصفتنا مجتمع واعي وملتزم بالاحترازات، ما راح نسمح لهذا الفيروس بأنه يمنعنا من ممارسة هواياتنا، وراح نكسب الوقت بالتعايش مع الحفاظ على الاحترازات الصحية. ونصيحتي للجميع، اختار البديل الأفضل في هذه الأيام لممارسة الشيء اللي تحبه واللي يضمن سلامتك وسلامة الناس اللي حولك. فمثلاً أنا من ضمن روتيني اليومي وبصفتي محب للإعلام، أحاول قدر المستطاع تنمية مهاراتي الإعلامية والتدريب المستمر والقراءة التثقيفية، وما أنسى أني أحاول أيضاً أني أتعلم لغات جديدة بهدف كسب الثقافة المتنوعة، بالإضافة إلى أني متفاعل مع الدورات الإعلامية اللي تقدم عن بعد واللي تحافظ على التباعد الاجتماعي. وهذه الوسيلة حالياً موجودة داخل كل البيوت، موجودة في كل المكاتب وموجودة حتى في السيارات. الحلول البديلة كثيرة ومتواجدة ونقدر نحصلها بسهولة. المفروض ما نسمح لأي عائق بأنه يوقفنا عن ممارسة شغفنا أياً كان، ولازم نبحث عن البديل بهدف كسب الوقت والمعرفة. وهذه نصيحة أقدمها لكل من يملك وقت إضافي بأن يستغله بشكل صحيح ومناسب، لأن الوقت من ذهب، ولأننا شعب ومجتمع واعي، ما نسمح لأي عائق بأنه يعيقنا في ممارسة هوايتنا وممارسة الشيء اللي إحنا نحبه. بإذن الله راح نقدر نطلع بفائدة كبيرة جدا من خلال استغلال هذا الوقت. مشاهدينا، ننتقل معكم الحين لبسام واللي راح يستعرض معنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا بمملكة البحرين. تفضل بسام. شكرا لك يا رقيب. بالتأكيد مشاهدينا راح نستعرض معكم آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الأربعاء 22 يوليو. مملكة البحرين أجرت حتى اليوم أكثر من 744 ألف فحص، وهي النسبة التي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. بلغت الحالات القائمة حتى اليوم، ونلاحظ الانخفاض الملحوظ، هذه طبعاً بفضل التزامكم بالإجراءات، وصلت إلى 3731 حالة، والحالات المستقرة منها يبلغ ولله الحمد 3684 حالة، فيما يبقى 47 شخص تحت العناية اللي تمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما الحالات القائمة اللي تتلقى العلاج تبلغ 90 حالة تمنى لهم الشفاء أيضا. أما المتعافين فيبلغون حتى اليوم 33455 متعافي، وهي نسبة يعني عالية جدا على مستوى العالم. أما الوفيات حتى اليوم 130 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين، رصد 380 حالة جديدة فيروس كورونا، منها 205 حالات لعمالة وافدة و166 حالة لمخالطين وتسع حالات قادمة من الخارج، وكذلك تسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة الماضية وتعافي 490 حالة. هذه كانت آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الأربعاء. هذا كل اللي عندي، وعودة لشرقية. شكرا بسام، يعطيك العافية. الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويديم علينا دائما نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى، أيده الله رعاه.
مشاهدينا، وقفة رائعة شاهدناها من المواطنين والمقيمين من خلال النهوض بالأداء ودعم التوجهات الحكومية والارتقاء بها إلى مرحلة جديدة من التميز لتقديم أفضل الخدمات وتيسيرها تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 اللي تهدف لتعزيز موقع المواطن كمحور أساسي للتنمية. هذه الثقة المستمرة والمتواصلة تؤكد قرب المواطن والمقيم من القطاعات الحكومية وإسهاماته في تطويرها وتبني المبادرات ووضع الخطط والبرامج اللي تدعم الاقتصاد الوطني خدمة للوطن والمواطن. بالتأكيد مملكة البحرين دائما ما أكدت على أن الأولوية للعنصر البشري اللي تراهن عليه المملكة أنه راح يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة لصالح الوطن، ويؤكد على الإبداع والحرفية البحرينية، ويؤكد أيضا على الاستدامة والتنافسية والعدالة واللي هي أحد أهم الأركان والمتطلبات لتحقيق تطلعات المواطنين في مزيد من الرخاء والتنمية والتطور واللي تبشر بمستقبل مشرق بإذن الله للمملكة. وصلنا وياكم مشاهدينا لختام حلقتنا لليوم من برنامج مجتمع واعي، نلقاكم باكر إن شاء الله في حلقة جديدة مع الزملاء فواز وللوى. مع السلامة. فمان الله.